خليل؟ ربيع؟ 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 ربيع ربيع بحبك يا وراق، ما انده كلمي يا قلبي نسيتك عدرفة شباك، ولها كلمة اشتاق رح ودينا اسمك دمعات ان شاء الله بتتهني وبسافر بنا بدل ما تقرب لعند بيك تغمره وتبوسه وتقول له الحمد لله على السلامة، هربت منه وفت لهون تتأمل الصورة هو برا بشحمه ولحمه. ما بعرف شو صار لي، مش مصدق انه هو كيف مات وكيف رجع، وين كان كل هالمدة وليه تركني كل هالسنين؟ هيدي الأسئلة بعدين بتسألوا إياها. إنسان مثله رجع من الموت، رجع من الماضي، رجع من الغاب، كان ضايع والقناه، تهرب منه وبتجي بتطلع بصورته؟ ضايع، مش عارف كيف بدي أقابله، مش عارف كيف بدي أتصرف، حاسس قلبي عم يجرف جوا مثل العصفور، بدي صدق إنه هيدا ربيع بي ومش قادر صدق. كلنا صايبنا يلي صايبك، كلنا قلوبنا عم ترجف، عم نطلع فيه ومش مصدقين، بس هيدا واقع، ما حدا منا عم يحلم. ربيع نجم رجع ليلة عرس نسرين، هيك كل الناس رح تقول. يقولوا شو ما بدهم يقولوا، المهم عند الإنسان اللي ما نسيته ولا لحظة رجع، مش مهم وين كان، المهم إنه هون هو، وما بقى رح أسمح له يتركني.